النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم متابعي نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة. كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ تتمركز في هذه الأثناء على أجزاء واسعة من الجزر اليونانية ودول البلقان وشرق تركيا. هذه الكتلة الهوائية القطبية تترافق مع منخفض جوي سطحي يتحرك ببطء باتجاه مناطق بلاد الشام، ومن المتوقع أن يصلها بإذن الله تعالى مع ساعات عصر الثلاثاء. خلال هذه الفترة تبقى المنطقة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي بين ساعات صباح اليوم الاثنين وحتى ساعات عصر الاثنين بفعل تواجد جبهة هوائية باردة ماطرة أدت خلال ساعات ليل أمس إلى تساقطات مطرية على مناطق واسعة من البلاد. كانت هذه التساقطات متوسطة الغزارة إلى غزيرة على مناطق إدلب وحلب، وثلجية على بعض مناطق ريف حلب الشمالي والجبال الساحلية وقمم مرتفعات مناطق إدلب بتساقطات غير تراكمية وغير ديمية. طقس اليوم الاثنين يكون غائم جزئيا إلى غائم على فترات. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8 درجات مئوية وتنخفض فجرا إلى 3 درجات تحت الصفر. حركة الرياح غربية بسرعة 20 كيلومتر في الساعة. إذن اليوم الاثنين من ساعات الصباح وحتى ساعات العصر تبقى الفرصة مهيئة لأمطار متفرقة وثلوج على مناطق ريف حلب الشمالي مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. تستقر الأجواء بعد ساعات العصر وخلال ساعات ليل الاثنين الثلاثاء وحتى ساعات عصر الثلاثاء، وذلك بفعل تأثير مرتفع جوي سطحي يتمركز على أجزاء واسعة من غرب تركيا وتصل امتدادته حتى مناطق بلاد الشام. طقس يوم غد الثلاثاء بإذن الله تعالى يكون غائما جزئيا، هناك فترات تشميس خلال ساعات الصباح لكنها متقطعة ببعض السحب شديد البرودة، حيث من المتوقع أن يتشكل صقيع على مناطق واسعة من البلاد مع ساعات صباح الثلاثاء. درجات الحرارة المتوقعة نهار الثلاثاء 9 درجات مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 3 درجات. مع ساعات عصر الثلاثاء يتقدم نحو المنطقة منخفض جوي في طبقات الجو كافة مدعوم بكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ. هذا المنخفض الجوي ستكون تأثيراته بصفة عامة ماطرة وبهطولات مطرية غزيرة على مناطق شمال غرب البلاد ووسطها وجنوبها وكذلك الأمر على الجزيرة. ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي الماطرة ستبدأ مع ساعات منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وتمتد حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس، لكن فرص الهطولات المطرية بإذن الله تعالى ستبدأ مع ساعات بعض عصر يوم غدين الثلاثاء. من المتوقع أن تعمل أنظمة الطاقة الشمسية يوم الثلاثاء بكفاءة متوسطة وكذلك الأمر اليوم الاثنين بكفاءة متوسطة. حركة الرياح يوم الثلاثاء جنوبية شرقية نشطة بسرعة 20 كيلومتر في الساعة. مع ساعات صباح الأربعاء تكون فرصة مواتية لهطولات ثلجية على مناطق ريف حلب الشمالي وتبقى الهطولات مطرية وغزيرة على مناطق واسعة من إدلب وحلب والمناطق الساحلية والجزيرة ووسط وجنوب البلاد. درجات الحرارة المتوقعة نهار الأربعاء 8 درجات مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى درجتين تحت الصفر، وتتحرك الرياح باتجاه جنوبي غربي وبسرعة 15 كيلومتر في الساعة. إذن الهطولات المطرية ستتركز خلال ساعات بعد عصر الثلاثاء بإذن الله تعالى وحتى ساعات ظهر الخميس. في التوقعات متوسطة المدى متوقع أن تستقر الأجواء بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات ظهر الخميس وحتى ساعات عصر الجمعة. هناك مؤشرات لمخفضات جوية جديدة قد تكون أيضا قطبية المنشأ وقد تصاحبها ثلوج وخاصة على مناطق ريف حلب الشمالي ومناطق الجبال الساحلية ومرتفعات دمشق وجنوب البلاد. هذا كان كل ما يتعلق بحال الطقس المتوقع خلال الساعات 72 القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون.